السلام عليكم ليفي، كيراكم دايرين؟ ان شاء الله يا ربي تكون كاع بخير. اسك كاز مكاز، صحه نيركم اللي نيرو، نقولهم بصحتكم بالناير والعقوبه لكل عام. ولو ما نيروش تاني نقولهم عقوبه لكل عام. كاين الناس اللي تنير وكاين اللي ما تبغيش تنير وكاين اللي ما عندهاش باش تنير. انا نقول لكم كاع كيما درتو بصحتكم بالناير وعقوبه لكل عام. ان شاء الله هذا العام 2021 يكون عام خير لينا. المهم اليوم بغيت نشارك معكم نهار الناير تاعي، شندير فيه شمنديرش، كيف فوت الناير تاعي. ان شاء الله اقعدوا معايا في هذا الفيديو وغادي ان شاء الله تستمتعوا معايا. المهم ما تنسونيش باللايك حبيباتي، وما تنسونيش باللي كومونتير تاعكم الشابين الحلوين. هنا كما راكم تشوفوا بديت بالشوربه تاع القرعه، هذه القرعه الحمراء، حنا نقولوا كابويا الحمراء. بديت بهاد الشوربه، غادي ندير سوب خفيفه تجي ما شاء الله بنينه. راني قطعت لها حبه تاع بطاطا مع نص حبه بصل مع واحد حبه كبيره تاع زروديه ونص هذا النص الصغير تاع الكابويا الحمراء. وهنايا راني غادي نبدا في هاد الشوربه تاعي اللي تجي بنينه ما شاء الله، بزاف شابه وصحيه. ملي وليت نديرها انا في شحال نديرها، وراني حاطه الغوسات في قناتي، دوك نحط لكم الرابط. انا في شحال اللي درتها تعجبنا بزاف. انا هنا في هذا النهار ندير طبخ، يعني ندير اكلات جميله، ندير حاجه شابه يعني في هذا النهار. وكيما الدار هنايا راني البارح درت لها ميناج، يعني نقيتها كاع، نقيتها حتى اللي ضرني راسي بالنقاوه. درت لها ميناج كبير، غسلت القش، نقيت حشاكم، سيقت الديار ابار الشومبرا اللي خليتها حتى اليوم، خاطر الشومبرا ترقد فيها بنتي، ما نجمش يعني ما نجمش نقيها وبنتي فيها، خاصه نستعمل غريزيل وكل شيء. على هذا خليتها حتى اليوم، ان شاء الله من بعد راني غادي نجيبها نخليها في الصاله ونروح نقي الشومبرا. المهم هنا نقعد مع الطبخ تاعنا، ميناج كملنا معاه الحمد لله. وهنا بعد ما هذاك البصل نقلى لي شويه وتبل، درت له الزبده ودرت له الزيت ودبلتها، ودروك زدت عليه هذيك الكابويا مع الزروديه والبطاطا، واني غادي ندبلهم شويه وندير لهم شويه لي زيبيس. راني درت الملح، نزيد شويه فلفل، ونزيد شويه سكنجبير الزنجبيل. هادو هما التوابل اللي نديروهم، ما نكثرش التوابل. هاد السوق ما تبغيش التوابل خاطر تجي كريميه. بعد غادي نزيدو فيها الجبن ونزيدو فيها كريم فريش، وغادي ندبلهم شويه ومن بعد نسقيهم بالماء. وهنا بعد ما نقلاو لي كما راكم تشوفوا ودبلو مليح، راني غادي نزيد لهم ماء حامي، ما هو ما يطبخ، ونخليهم كي طيب لي هذيك الخضره ان شاء الله راني نطحنها بالميكسور ونوريها لكم. هاد السوب غير جربوها تجي روعه، متامنوش شفتكم تجي بزاف بنينه، واللي مجربينها راهم عارفينها بنه لا تقاوم. وهنا ها هو الششم تاعي راهي طيب بالفول، شوفوا درت الفول ودرت الاخر حمص والقمح. وهنا انا غادي ندير البسطيله بالحوت، هنا عندي حوت سردين راني نطحن فيه. وهنا زدت شويه ماء مغلي، يعني كان الماء نشف لي مع اللي كانت في الجهه تاع الكاس القاويه، كان نشف شويه، زدت عليها شويه ما غليته وزدت خشاي غادي تجيني ثقيله، لابد نزيد الماء. هنا غادي نزيد الفرماج وغادي نطحن هذا الميكسور. الفرماج اللي عندكم غير ديروا كثروا تجي شابه بالفرماجيه. غادي نزيد شويه كم تشوفوا، واني غادي نميكسي كل شيء مع بعض. ميكسو مليح هذا السوب، ما لازمش تخلو فيها طرف تاع بطاطا ولا. هذا هو القوام، شوفوا ما نبغيهاش بزاف ثقيله وما نبغيهاش خفيفه. هاك غادي نردها فوق الكاس، خليها تغلي واحد زوج غليات هكا وطفي عليها. وهنا راني نكمل في البسطيله. البسطيله غادي نخلي لكم فيديو تاعها وحده، درت له مونتاج وحده ما بغيتش نديره مع هذا الفيديو، ونخليها لكم يعني فيديو تاع البسطيله بالحوت. راني نكمل فيها ان شاء الله، وغادي نحط لكم كل شيء في الحشا تشوفوه.
وهذا هو العشاء حبيباتي. شوفوا ما شاء الله هذيك السوب، هذيك السوب كنا نقول لكم درت لها كريم فريش من فوق على شكل قلب. نشوفوا هاد الشوشم، ما ننصحكمش كاع بالكم حتى امريكا اللي يتباع هنايا بالخف يطيب ويتعجن ماشي كاع كيما تاعنا. مره برك شراه لي زوجي، شرا لي هذاك القمح جابه لي ما شاء الله. وهنا بالنسبه للسوب درت يعني قلب بالكريم فريش، ولكن كي تجي جايه باش نحط السوب شويه نهزت لي داك القلب ولا عارف كيما شفتو ولات حالة حالة. وهذه هي البسطيله، شوفوا كي تجي تشهي ما شاء الله بسطيله بالحوت. غادي نحط لكم ان شاء الله الوصفه، ندير مونتاج الفيديو ونحطها لكم، غادي تعجبكم بزاف. ماذا بكم تسيها بسطيله على طريقتي، يعني هذا البسطيله بطريقتي انا، ما ديتها على حتى حد، درتها بالطريقه تاعي انا. ودرت هنا شويه سلطه، وكما قلت لكم ما ننصحكمش بالقمح تاع امريكا، القمح تاع امريكا كاع ماشي شباب. ابار مره شراه لي زوجي جا شويه قاصح بالخف يتعجن، واللي تبغي ديره ماذا بها تسيباري القمح على الحمص والفول خاطش هو يطيب بالخف. هاي البسطيله من الداخل كي تجي غير الحوت شابه بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها، نحط لكم الوصفه غادي تجربوها. وضروري كنتعشوا ونروح نغسل ديك الماعين ونقي كوزينتي وندير الليمون لانه ريحه الحوت، ونوري لكم الناير. وها هو الناير تاعي، جبت هذه القصعه تاع الطين. اليوم الناير هذا العام جا ناير يعني مختلف الحمد لله مع بنتي، اول مره تنير معايا. واليوم الناير في داري جديده اول مره، لا 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 في داري جديده، واه في داري جديده لانه انا هنا في هذا الدار ما نيرتش. هذا الناير تاعي الاول. هنا جبت هذه القصعه تاع الطين وغادي نحط فيها كل شيء ونخلطها. غادي ندير مخلط في هذه القصعه، هو كما راكم تشوفوا راني حاطه الطابي هنا في لا شومبر، مانيش في الصاله. اليوم بدلت كل شيء، مداري انا ندير في الصاله، يعني ملي كنت في الدار الاخرى ندير دائما في الصاله، هذه المره درت هنا في الطابي في الارض وكفلت، درت جماعه تاع البلاد. وغادي ندير مخلط. حنا هذا الناير نديرو لانه يعني السهره تاعه تجي بزاف شابه، سيرتو سيرتو الناير يبغي العائله، العائله كي تكون ملمومه ومتحابه ويتلموا على هذا الاخر. الناير حاجه زينه بالنسبه للناس اللي يقول لك ماشي مليح ومنا ومنا، لا علاه ماشي مليح؟ الناير غادي يتلموا فيه الغرايين، غادي يلعبوا، غادي العائله تتلم، العرضه، الناس تجمع مع بعض، المحبه، شكون كيفاه، يعني ما فيش حاجه اللي حرام. انا بالنسبه ليا ما نشوفش في حاجه حرام، شوف في حاجه زينه و يعني ما فيها حتى حاجه. واللي ما تنجمش تنير ماذا بها ما تكونش حرام، كاين ناس ما ينجموش ينيروا ويقولوا حرام. اما الناير يعني راه حاجه زينه. انا بالنسبه ليا ملي زدت وخلقت وليت نعرف من زمان النيرو، وجيت لامريكا ونتبع التقاليد تاع بلادي والنير وندير كاع اعياد بلادي، على خاطرش هاد الاعياد اللي انا نديرهم هما ما يتعدوش اعياد، يتعدو يعني حفلات كما نقولوا مناسبات، لانه الاعياد عندنا عيد كبير وعيد صغير. وهادو انا عليها نديرهم على خاطرش نبغي بنتي ونبغيها هكا ان شاء الله، ولادي بناتي ولا اللي طاني ربي، مادام عندي بنت نبغي ان شاء الله تكبر على هذا الشيء، ونبغي نديرهم باش هي تكبر على تقاليدنا وتكبر على عاداتنا وتكمل في هذا الشيء. يعني ما لازمش نعود ولادنا ما نيروش، ما نديروش عاشوره، ما نديروش سيدنا، ما نديروش ديك، ونعودوهم على هذا الشيء، ومن بعد كي يكبروا نقولوا اه ولادنا ما يديروش ديك ما يديروش ديك. بالعكس انا بالنسبه لي نعلم ولادي كاع العادات اللي تعلمتهم من والديا، وخليهم ان شاء الله هما تاني غدوه يتعلموهم ويعلموهم لولادهم. المهم يا البنات هذا هو النير تاعي، شوفوا الخضراء كهكا، قلت ما كثرش وانا كثرت مخلط، ولكن هذا راه غادي يشد لنا، غادي كل خضره نجيب تشكاره الناير ونقول زوجي روح النير. شوفوا هذا النوكا، هذه من البلاد، هذه مستورده في البلاد كنوريكم، وجايبينها هنا اول مره نشوف الجزائر في كرتون. شوفوا ها هي الجزائر، يعني حاجة هكا كتشوفي بلادك هكا اسم بلادك مكتوب كما هكا تفرحي، تحسي بلي حاجة من البلاد راهي عندك. هنا درت لاتاي، غادي نتقهوا غادي نيرو، ديو سهرة ان شاء الله شابة، وان شاء الله عقوبال كل عام ان شاء الله يا ربي. شوفوا لاتاي يجي بزاف شباب، ديك الطريقة اللي وريتها لكم، شوفوا كي يجي، شوفوا مرغوي والريحه، الله الله عليه. الشوكولا كيما شفتوا هذيك هي الشوكولا اللي شريتها من شوب رايت، هذا هو القضيان تاعي تاع شوب رايت. وكاين كيما هذيك حلوه التركو كلشي، والنوكا زوجي جابهم لي من بلاصه واحده اخرى،
النوغا هذه هي الميور هنا في امريكا اللي تعجبني، فيها بيستاج بزاف بنينه، ريحتها ما نحكي لكم. شوف هبلني هذا دير نظن 5 دولار، دير 5 دولار، وكاين اللي دير تاع دولار زوج، هذيك تجي عادي ما فيها والو. وهنا راني نوجد في الطبسي تاع زوجي، يعني طبسي تاع الليله تاع هذه الليله، وندير له شكار تاع وحده، شكاره لي شكاره ليا وشكاره لبنتي، يعني العادات في التقاليد ندير لها شكاره. وما ننسوش بطبيعه الحال ميلو كذلك ندير له شكاره صغيره، هو يبغي هذاك الكاوكاو اللي قلت الفه. هنا بغيت نوري لكم بوديفا الشيكوله هذه، شوفوا الشابه الشكل تاعها كي داير، شابه بزاف. ان شاء الله يا ربي نهار اليوم يكون عجبكم، يكون خفيف عليكم، ونتمنى لكم ان شاء الله تنيروا وتعاودوا عقبال كل عام. وان شاء الله اللي ماهيش متزوجه يناير الجاي ديره في دارها مع زوجها، وان شاء الله اللي مريض ربي يشافيه، وان شاء الله اللي خصها الدريه ربي يعطيها الدريه العام الجاي تكون مع وليداتها. ونتمنى يا ربي ديروا لي لايك للفيديو، وخلوا لي تعليقاتكم، وشجعوني وبارطاجوا الفيديو، ونقول لكم حبيباتي مع السلامة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.